أعتقد أن المستقبل يخبئ برضو أشياء لا يمكن التكهن بها، لابد أن تراعي ربك في أخذ القرار لعلاج المريض. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج لقاء مع رواد. طبعا بحب أشكر الجمعية المصرية على مساهمتي في هذا البرنامج وعن فكرة البرنامج اللي دايما هتفكرنا وأكتر وأكتر بنخبة من أساتذة القلب في جمهورية مصر العربية. ومعانا النهاردة علم من أعلام القلب في جمهورية مصر العربية، هو أستاذي ووالدي الأستاذ الدكتور مصباح طه حسنين. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك حبيبي. في البداية يا فندم برحب بحضرتك، طبعا حضرتك معانا النهاردة، وبحب أسأل حضرتك في البداية سؤال كده بسيط. عايزين نعرف من حضرتك إيه المحطات المميزة في السيرة المهنية بتاعت حضرتك، وأهم الإنجازات اللي حضرتك حققتها في حياتك المهنية والشخصية. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا خريج سنة 73 دفعة النصر من جامعة عين شمس بجيد جدا مع مرتبة الشرف الأولى، وكان مفروض أكون نائب عظم، لكن لإرادة ربنا سبحانه وتعالى وجهني ربنا لدراسة مرض القلب، فرحت جامعة الزقازيق وكنت أول نائب في جامعة الزقازيق، وقضيت 3 سنين نيابة تقريبا بدون أي أجهزة أو بدون أي شيء سوى جهاز رسم قلب. وبعد 3 سنين أنا نظرا لعدم وجود التكنولوجي في القسم فاضطريت أسافر لدولة الإمارات، وسافرت وكان من حسن حظي اشتغلت مع الأستاذ الدكتور مختار جمعة في أحد كبار مستشفيات الإمارات، وبالمناسبة كان أشرف على رسالة الدكتوراه الخاصة بي، وتعلمت أمراض القلب على إيد هذا الدكتور المحترم الله يرحمه، وتعلمت أمراض بطن عامة على إيد زميل أصلا عراقي مع الام ار سي بي كان اسمه عمران بدر، ورجعت بعد 4 سنين عشان أدخل امتحان الدكتوراه. حصلت على الدكتوراه سنة 82، وبعدين تدرج في التطوير، يعني مدرس ثم أستاذ مساعد. في هذه الفترة برضو كان اسم القلب لا يمتلك أي شيء، فسافرت عشان أتعلم الأسطرة في القصر العيني مع الدكتور جلال السعيد، ورحب بيها ترحاب جامد يعني، وبرضو مستشفى المعادي مع الدكتور رضا العسوي كان إنسان فاضل جدا جدا. وبعدين كانت المشكلة برضو أرجع ما فيش جهاز أسطرة ولا في أجهزة أي أجهزة للفحوصات القلب، فاضطريت أسافر مرة تانية للسعودية، قعدت سنة في مستشفى سليمان الفقيه، وكان معظم كليفلاند كلينيك كانوا بيجوا يزوروا المستشفى كل أسبوع، فبرضو تعلمت منهم، وسافرت من هناك على الإمارات مرة تانية وأنا أستاذ سنة 90، وقامت حرب الخليج في هذه السنة. والمهم جات لي رسالة من عميد كلية الطب جامعة الزقازيق اني ارجع مصر فورا لاستلام قسم القلب. رجعت في سنة 95 واستلمت اسم القلب، رئاسة اسم القلب بدون اي امكانيات، وبمساندة العميد وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى استطعت ان انا اعمل جهاز قسطرة للقلب، وان انا اربي كوادر للعمل على جهاز القسطرة، مش تكنولوجي وبس، لا المهم الكوادر. سفرت محيي ايطاليا اشراف مشترك، وسافر المرحوم هشام خرشد فرنسا للتدريب على القسطرة، وسافر تامر مصطفى استاذ برضو حاليا للتدريب في فرنسا على القسطرة. وبفضل الله عملت انتداب لاثنين من اشهر اطباء القسطرة في مصر في هذا الوقت من معهد القلب القومي، دكتور سيد الجيزي والدكتور محمد منظور، وفضلوا معانا في الزقازيق لغاية ما دربوا كادر كامل على قسطرة القلب. في نفس الوقت كنت عملت وحدة لفحص القلب بالوحدات فحص القلب الغير نافذ، زي فحص القلب بالمجهود الدوائي، فحص القلب بالمجهود العادي، وفحص القلب بالموجات الصوتية، وفحص القلب 24 ساعة بالهولتر، وأصبح القسم يضاهي أقسام القلب على مستوى مصر في التجهيزات وفي الكفاءات. تمام، دي مسيرة حافلة جدا يا دكتور مصباح. بعد كده حضرتك باختصار شديد الدكتوراه انا اشرفت على حوالي تقريبا 300 رسالة ماجستير ودكتوراه، والاسماء اللي ما اقدرش انساها ابدا دكتور خالد شكري اللي هو عميد كلية طب القوات المسلحة الان ورئيس جمعية القلب المصرية، ما
من الناس اللي نجحوا من أول مرة. والدكتور في مستشفى قول معايا اسمه دكتور حازم خميس في مستشفى وادي النيل كان إنسان يعني كان من الناس المبشرة جدا، وتنبأت لي أنا في هذا الوقت مستقبل لامع، ونجح برضو فيرست شوت في الدكتوراه. طيب لو نحب يا دكتور مصباح نسأل حضرتك، إيه أهم الصعوبات اللي حضرتك واجهتها في مسيرتك المهنية، أو على الأقل أكبر صعوبة واجهت حضرتك وحضرتك إزاي قدرت تتغلب عليها؟ الصعوبة كانت صعوبة واحدة، هي كيف أنشئ قسم لأمراض القلب من العدم. تمام. يعني كل الأساتذة وأعضاء التدريس في القسم حاليا يعلمون كيف كان القسم وكيف أصبح في الست سنوات اللي أنا توليت فيهم رئاسة القسم. طبعا ده بدون دعم العميد الأستاذ دكتور أحمد سمير عميد الكلية في هذا الوقت، وبدون دعم رئيس الجامعة لم أكن أصل لما وصل إليه قسم القلب. طيب لو هنحب نسأل حضرتك بقى برة شوية الموضوع الأساسي، إيه هوايات حضرتك برة العمل؟ يعني إيه أهم هواية لحضرتك برة العمل أو حاجة؟ صيد السمك، لأنها بتعلم الصبر وتعلم التقى ده، وبستمتع بها أنا شخصيا. آه تمام. طيب ممكن برضو لو محتاجين نعرف من حضرتك، حضرتك متوقع ايه في العشر سنين الجايين مثلا او الخمس سنين الجايين لقسم القلب وامراض القلب عموما في العالم من تطورات في الفترة اللي جاية، ايه اللي حضرتك متوقع انه ممكن هو نعرف؟ حضرتك التطور اللي حصل في الخمسين سنة اللي فاتوا تطور مذهل، لم يكن احد يتوقع ان يصل علم امراض القلب لهذا المستوى من التقدم. أعتقد أن المستقبل بيخبئ برضو أشياء لا يمكن التكهن بها، بخصوص علاج أمراض القلب بالجين سيرابي باستخدام الجينات، وعلاج أمراض القلب بطرق غير تقليدية من مثل القسطرة التداخلية وخلافه. احنا حابين نسأل حضرتك كمان، حضرتك شايف جمعية القلب المصرية تطورت ازاي في الفترة الاخيرة، ولا هي على نفس منوال التطور، ولا كان التطور فيه فرق في الفترة الاخيرة؟ لا، في فرق مذهل صراحة. إزاي؟ يعني انا كنت عضو جمعية القلب لفترتين مع الاستاذ دكتور علي رمزي والدكتور خير عبد الدايم، وكانت الجمعية ماشية برتم يعني اللي كانت ماشية بيه طول عمرها، لكن المجلس الادارة الحالي بكامل اعضائه عمل نقلة غير عادية في جمعية القلب. النقلة من غير من حيث توفير الميزانية لشباب الأطباء، تدريب شباب الأطباء ولتحميز شباب الأطباء على الأبحاث، وعمل مؤتمرات ناجحة على درجة عالية من النجاح، مؤتمرات عالمية لا تقل عن أي مستوى عالمي، وإن في هارموني بين أعضاء الجمعية واحد فلا يمكن أقدر أميز واحد عن التاني، لأنهم بنفس الكفاءة ومستوى راقي جدا، وأتمنى من الله لهم التوفيق وأن يستمروا في قيادة الجمعية إن شاء الله. طيب في النهاية كده بنحب بس نعرف من حضرتك، أو يعني نطلب من حضرتك طلب بسيط، عايزين نصيحة أو أهم نصيحة حضرتك تقدر تقدمها لشباب الأطباء معانا، حتى لو نصيحة واحدة. الحقيقة النصيحة اللي عايز أقدمها هي أن يراعي الطبيب ربه، مراعاة ربنا في عملك، لأن إن كان هناك بعض الفلتات البسيطة من بعض الأطباء وهم قلة نادرة، لكنها تشوه صورة أمراض القلب عموما. فعلى أي حال لابد أن تراعي ربك في أخذ القرار لعلاج المريض، وأن تضع المريض بين نصبي عينيك، وأن تكون على اتصال بما هو جديد في عالم الطب وعلم أمراض القلب. وتمنياتي لهم جميعا إن شاء الله بالتوفيق. في النهاية بحب أشكر حضرتك دكتور مصباح على اللقاء المثمر المميز ده، وبقول لحضرتك طبعا دايما نشوف حضرتك بكل صحة وسلامة على طول. شكرا ابن الحبيب، بارك الله فيك. متشكرين، ونحب نشوف حضراتكم في حلقات متميزة مع لقاء مع رواد في مرة تانية إن شاء الله.